نرحب بضيوفنا ريما شمشوم مدير التنوع واستشارة تنظيمية بشركة اتش بي انديكو، وخلود ابو احمد مديرة قسم، عفوا خلود انت مديرة مشروع الاكاديمية بمبادرة كو امباكت. بالضبط مزبوط، اهلا وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. اهلا وسهلا فيكم. طيب تعالوا هيك نفسر للمشاهد عن المشروع الاكاديمية كو امباكت، نسمع منك هيك كمدخل. اوكي، مبادرة كو امباكت تشمل بداخلها مشروع الاكاديميين، انما هي مبادرة اللي جاي علشان تعزز العمل في المجتمع العربي من خلال تدخل اللي بتعمله داخل شركات القطاع الخاص، الشركات الكبيرة في القطاع الخاص، من خلال تقديم استشارة تنظيمية للشركة، تهيئة وتحضير الشركة لاستيعاب الطاقات والمواهب البشرية. ولانه احنا بنعرف الصعوبات اللي بتواجه الاكاديميين العرب، سواء كانوا خريجين جدد او طلاب على وشك انهاء اللقب تاعهم، احنا بنعرف انه هنالك كثير عوائق وصعوبات اللي بتزيد من التحدي عند الطلاب العرب. وعشان هيك عشان نقدر ندمج هاي الطلاب بسوق العمل اللي هو بالقطاع الخاص، اللي بشكل دوريد ما يقارب، يعني هو بشكل النسبه الكبرى من الاقتصاد في الدوله، عشان هيك علشان كمان نخرج مجتمعنا من دائره الفقر ومن المشاكل اللي ومن هامش سوق العمل، احنا بحاجه لنعمل هذا التغيير وهذا التدخل من خلال خطة عمل جدية وجذرية. خلينا نقول خلود احنا بنرجع معاكي، ولكن حاليا هيك بس خلينا نتابع مقتطفات من تقرير اللي كان لمؤتمر امبارح في التخنيون، بنشوفه مع بعض. المؤتمر كان مؤتمر ناجح جدا بالتشبيك ما بين المشغلين وما بين الطلاب والطالبات اللي عندهم قدرات هائلة، عندهم خامات ذهنية وطاقات رائعة، ولكن للأسف شديد ينقصهم شوي من المهارات الركيكة وينقصهم شوي من المعلومات كيفية التوجه إلى المشغلين. وهون كان في عدة نصائح اللي أجت من المشغلين نفسهم، وكمان عدة نصائح عامة كيف ممكن تنعمل مقابلات العمل وكيف ممكن الواحد يتوجه للأمور بشكل مهني بغض النظر عن علاماته، بغض النظر عن تحصيله الدراسي، وكيف هنا ممكن نعلي نسبة اللي بنضمه إلى سوق العمل بشكل ناجح. سوق العمل أول شيء لازم تكون عندك شخصية قوية، أول شيء وآخر شيء، وهذا الشيء المهم. فإحنا بنطلع من المدرسة فيش عنا تجارب حياة. أنا مثلاً عن نفسي أول شيء عملته بس خلصت نزلت على الشغل بقلت بالعمار. جيت اليوم للمؤتمر كمان شفت انه كتير ناس بواجهوا صعوبات، انه مش بس التحجب كمان بواجهوا صعوبات، لكن مع هيك في انفتاح. يعني اللي بسألني في فرص عمل؟ دايما في فرص عمل. لازم الواحد هو يعني لما انت بتبعت الأمنية للسماء ربنا بحقق لك اياها، فانت لما بتقول في فرص عمل ربنا بدلك وينهن. يعطيكم ألف عافية. يعطيكم ألف عافية خلود. نظمته مؤتمر التشغيل التخنيوني، يعني إحنا شفنا كمان المقتطفات بهذا التقرير، عن شو كان المؤتمر وأي سادة، يعني أي حاجة عفوا بيسد عند طلابنا من ناحية الإمكانيات نقول التشغيل في المستقبل؟ مؤتمر التوظيف التخنيوني اللي إحنا عم نقيمه هاي للسنة الثانية بالشراكة طبعا مع التخنيون ووحدة التخطيط المهني في التخنيون والطاقم العمل هناك، إحنا بنحكي على مؤتمر اللي هدفه اللي بيهدف لأنه يعمل حلقة وصل ما بين الطلاب والأكاديميين من التخنيون، طلاب بسنتين الأخيرة وخريجين جدد، مع مشغلين القطاع الخاص كمان مرة، الشركات الكبيرة، وهي من جهة، ومن جهة تانية لتعريفهن ونعملهن زي لقاء كمان مع موظفين في داخل ومدراء من عرب بداخل الشركات الكبيرة كمان، علشان يقدر يتبادل التجارب ويكون عندهم مجال للأسئلة وينكشفوا الجهتين. يعني هي عملية كشف المشغلين على الطاقات والقدرات الهائلة اللي موجودة عند طلابنا، ومن جهة تانية كشف طلابنا وإعطائهم هذا المحل اللي فيه ثقة إنه بدنا إياكو. هاي الشركات عم تمرق تغيير وبدها الطلاب العرب وبدها إياهن تدمجهم في داخل الشركات. نرجع لك خلود أكيد بأسئلة، شو هي أبرز الأسئلة اللي هناك اللي كانت هناك واللي بتكون بشكل دائم، والملائمة التوقعات بين الكل على بنا تشبيك وعلى
منى شراكه. لكن ريما صباح الخير لك كمان مره، اهلا وسهلا فيك. طيب التعريف مثير للاهتمام، مدير التنوع واستشاره تنظيميه، استشاره تنظيميه اكثر هيك مسموع لنا قريب، لكن مدير التنوع كانت شخصيا الي انا على الاقل غريب. شو ما مسمى الوظيفه معناه؟ اوكي، هي ما بتسمى بالانجليزي دايفرسيتي مانجر، اللي عمليا انا بقدم تمثيل جميع الفئات بقلب شركه اتش بي انديجو. ولما بحكي على جميع الفئات بنحكي كمان على العرب، العرب الاكاديميين اللي بيجوا عنا. الإشي ببلش من الستيب الاول او الخطوه الاولى، انه عمليا نقلص جميع الاراء المسبقه اللي بتكون بالمقابلات العمل، لانه على الاغلب اللي بيعملوا مقابلات هني مش عرب وما بيعرفوا عن جد مجتمعنا. بس الإشي كان بوقفش عند المجتمع العربي وتمثيل المجتمع العربي، انما في كمان فئات، ان كان فئات المثليين، الناس مع اعاقه. فكل الفكره تاعت عن جد التنوع او تقدم اكثر الدايفرسيتي، هي عمليا انه نيجي وناخذ نطلع على الشخص كشخص اللي هو عنده مهارات، وما عندنا اي مش لازم يكون اي اهتمام لدينه ارائه او غيره وعرقه وقوميته وميوله وكل هذا. تعال نحكي عن شويه اخطاء كيف ما انت ذكرتي، ايش هي الاخطاء اللي عندنا متبعه عشان احنا نبعد عنها ونكون نمشي بالمسار الصح؟ عمليا اذا بديش انا اتطرق اكثر لموضوع انه شو تعمل وشو ما تعملش بمقابله، لانه الشيء كثير موجود في الانترنت وكثير جمعيات عم تعمل على الشيء عمليا محاضرات. فانا اليوم بدي احكي شوي صغيره كيف انه احنا كأفراد بمجتمع العربي كأكاديميين نكون أكثر فعالين، ما نستنى الفرصة تيجي عنا، إحنا نروح ونيجي لعند الفرصة، نكون أكثر فعالين بأنه يكون نشتغل أكثر على موضوع التشبيك، إن يكون عنا أكثر. اليوم في تول اللي هو لينكدين اللي هو متاح للكل، والكل بيقدر يجي ويعمل منصة وأداة صحيح بالضبط. ف وغيره عن هيك انه اليوم بالاخر 6 سنين انا دائما بقولها يا ريت على وقتي لما انا اجيت وخلصت لقب اول كان فيها هالقد جمعيات ومبادرات اجتماعيه اللي تقدر عن جد تساعد عربنا. فاليوم في عده جمعيات اللي بيقدروا يتوجهوا لها، ان كان كو امباكت وان كان عن جد تسوفن ات وركس وغيرها. فانا اليوم نصيحتي اليوم انه عن جد تكونوا فعالين ويكون عندنا اكثر الجراه انه نتوجه. اذا انا اليوم معني بشركه مايكروسوفت وانا بعدني طالب بالتخنيون او بغيره، بغير عمليا بجامعه حيفا، توجه مسبقا، اتوجه بشكل عن جد مباشر لمدير، حتى مدير العام تاع الشركه، واجي اقول له انه انا عن جد عندي الرغبه وانا كثير معني في هاي الشركه ومعني اسمع تفاصيل. عند امبارح كمان بالبانل بالتخنيون قلتها انه شاب يهودي عمره 18 سنه ما كانش عنده اي مشكله بعد مش خلص مدرسه يتوجه لواحد من الشركات الهايتك للمدير العام ويقول له انا بحاجه لمنتور، حدا يرافقني لانه انا بعدني مش عارف لوين بدي اروح. فاحنا بعد ما عندنا هاي الجرأه، وهي جرأة شيء عن جد، هي مرحلة فحص الميول كمان عشان طبعاً الواحد يعرف ياخذ القرارات للمستقبل. صحيح، شكرا لك ريما ورح نرجع لك. خلود بدي ارجع لك بموضوع يعني المؤتمر اللي كان. طبعا المؤتمر هو ممكن يكون خلينا نقول مره في السنه مرتين في السنه، ولكن انتم في عندكم مبادره اللي هي على مدار السنه طبعاً. فبنا نفهم منك اكثر دور مبادرتكم في زياده عدد الاكاديميين في الشركات الكبيره، التحديات اللي بتواجهكم بشكل عام. علشان نوضح اكثر، مبادرتكم امباكت بالاساس بتعمل في داخل الشركات، يعني هي احنا المبادره شغاله إن على انه تفتح المجال وتعمل تغيير بنيوي وجذري بداخل الشركات لتحضيرها لاستيعاب اكثر موظفين في وظائف اداريه بالاساس، كمان وظائف اداريه علشان نقدر ساعتها احنا نطور هاي الشركات، مع انه بوضع اللي نعطي الشركه كمان في انه هناك في بزنس كيس، احنا هناك في حاجه هاي الشركات تستوعب هاي المواهب علشان هن يتقدموا كمان عشان مجتمعنا يتقدم. العمل بيكون احنا موجودين اليوم في 24 شركة، هدف المبادرة انها تدخل ل 100 شركة في القطاع الخاص. العمل داخل الشركات هو عمل يومي بشكل كامل على مدار السنة، من تحضير من الدخول على الشركة وعمل جرد كامل في البداية وفحص شو الوضع اللي موجود حاليا، لبناء خطة عمل اللي هي مناسبة للتغيير، لانه التغيير هو التغيير بياخذ كثير وقت، والتغيير عندنا مش شعار، هو مش شعار إنما هو فعليا لوضع أهداف ولبناء شراكة كاملة للعمل بشكل مشترك لأنه نحصل ونوصل للتغيير اللي إحنا بنهدف له، اللي بالضبط اللي بنطمح له. مهم كتير
نحدد كمان ونحكي نوضح على انه الشركات اللي دخلت في المبادره نجحت لحد اليوم بادخال الاف الموظفين اللي يعني بنحكي احنا على 2200 ما يقارب 2200 موظف عربي اللي من بينهن عدد لا يستهان به من الموظفين اللي هن في اماكن اداريه مناصب عاليه ورفيعه. هذا الشيء بدل على انفتاح وعلى على على يعني على صدق في انه هذا التغيير بدنا اياه يكون. ضل علينا احنا كمان كباحثين عن عمل كأكاديميين عرب انه فعلا ندق هاي الابواب وبكل ثقه انا عم بقولها بكل ثقه نتوجه لهي الشركات ونقدم السيره الذاتيه. احنا واعيين للصعوبات والتحديات والتحديات النفسيه يعني في جزء كمان نفسي انه ليش بدي اروح اقدم على شركه مع اغلبيه يهوديه او مش راح يقبلوني. واحنا واعيين انه في عقبات ثانيه وبس اللي بنعمل حاليا هو تحضير الشركه وملائمتها لا انها تكون زي ما حكت كمان ريما على التنوع. كثير شيء مهم انه الانسان لما يدخل يشتغل في الشركه يحس انه في شيء ملائم له، ملائم لثقافته، ملائم لوين هو من وين هو جاي. بزياده على عم تحكيه خلود ريما انت يعني هو بالاضافه بتعملي على دمج الاقليات مش بس العرب. السؤال هو كيف بصب هذا الشيء بمصلحه الشركه؟ يعني سمعنا من خلود لكن بزياده بفكر انه في امور اكثر مخفية. اليوم في أبحاث عالمية اللي هي عن جد بتبرهن إنه التنوع بالشغل هو عملياً بيأثر بشكل إيجابي جداً على يكون أكثر خلاقة الشركة، تجيب أفكار جديدة على الشركة. فلما عندك عدة ناس اللي هي كل واحد بيجيب آراءه وبيجيب طريقة تفكيره على الطاولة، لو أنت بتقعد باجتماعات الإشي ممكن كتير يطور من أداء الشركة. حتى لو بمستوى راديكالي اللي هو مبني مستند على خلفيات اللي إحنا مش كتير منوافق معها كخلفيات شخصية بآراء شخصية. تستغرب انه كيف بجد يعني لانه ممكن حدا عن جد يفتح لك عينيك على شغله اللي انت بالمره مش عن جد شايفها. وبغض النظر عن شو اراءه بالاخر في بزنس هون، ولما بتيجي بتحكي بزنس الكل بيجي عن جد في بيكون اجماع معين على البزنس نفسه بغض النظر عن الاختلاف بالاراء. وطبعا كمان في اختلاف اللي هو اختلاف صحي بتخيل، والاختلاف هو شيء جدا صحي يكون. بس السر انه الكل المفروض يكون واعي لهذا الاختلاف وانه كلياته بده مصلحه الشركه مش المصالح طبعاً. الشخصيه طبعا. هل احنا كعرب نفتقر هاي المحلات وهي موجوده عند غيرنا ولا كيف؟ بفكر احنا كعرب بس بدنا الدفشه الاولى. لما احنا بنفوت على الوظيفه، لما احنا عن جد بنبلش بالوظيفه احنا بنكون يعني جدا ملتزمين لهدف الشركة. وإحنا عم نعطي يعني، واليوم المشغلين عم بيفهموا إنه قديش العرب ملتزمين أكثر من اليهود. كتير ملتزمين لأهداف الشركة، كتير هني عمليا لويال للشركة، مخلصين للشركة. فهذا الإشي عم بيشوفوا المشغلين كل مرة بصورة عن جد إيجابية أكثر وأكثر، وبشوفوا إنه العربي العامل العربي مش بس بيستثمر بقلب الشركة إنما بيبقى لفترة اللي هي أطول من العامل اليهودي. طبعا هذا بيكسر كمان الافكار المسبقه مثل ما ذكرت انت في البدايه. انا دريد وافقك على قصه الاختلاف، ولكن ان رغم الاختلاف مفروض انه يكون في طبعا تقبل وشرعيه لكل يعني خلينا نقول خلفيه بنفس الفكره بالضبط طبعا. نعم. خلودنا نرجع لك اكثر ونفهم منك، يعني انت قلتي انه في دوافع نفسيه مرات عند الاشخاص او الاكاديميين انه ما بتوجهوا للشركات الكبيره او ما بيقدموا على وظائف ومناصب معينه. عن اي وظائف احنا بنحكي؟ وانتم بهاي الحاله وين دوركم؟ شو بتعملوا معهم هدول الاشخاص؟ كيف بتدعموهم؟ كيف بتعززوا ثقتهم بنفسهم انهم يقدموا على هاي المناصب؟ اوكي، الحواجز خلينا نقول والعوائق النفسيه هي نتاج لوضع معقد احنا موجودين فيه كعرب بالبلاد، والشيء محطوط على الطاوله. يعني احنا فاهمين في هاي الوضعيه فعلا موجود، لما احنا نكون معترفين بانه في مشكله واحنا جايين نحلها هاد بتخيل نقطه انطلاق كثير مهمه، انه انا واعيه للمشكله فهمتها وجاي بدي احلها. لما احنا كمان جمهور الهدف هو شريك، يعني المجتمع العربي هو شريك في التغيير ومش انه هو فقط كجمهور هدف، إنما هاي الشراكة هي اللي بتجيب الخلق إنه الأثر تترك أثر أكثر وبتعمل التغيير وبتجيب نتائج بطريقة أسرع. الحاجز النفسي بالأساس بيجي من إنه ممكن يكون من تجربة اللي كانت لهاي الأشخاص في شركة معينة اللي ما كانت جاهزة، أو كمان الطالب ما كان أو المتقدم اللي بيبحث عن شغل ما كانش جاهز للمقابلة بشكل مثل ما لازم، من محل إنه هو بحس إنه يمكن ما عنده
المهارات والقدرات اللي موجوده عند غيره، او بيجي مع افكار انه ممكن يفضلوا علي انسان من خلفيه اخرى لا اسباب، يعني الاسباب اللي كل شخص ممكن يحسها كاقليه. لما انا بدي اقدم على شركه كبيره بالقطاع الخاص صحيح. بدي احط براسي 100 سيناريو على انه ليه ممكن يفضلوا غيري عني. هون بيجي احنا شغلنا كان زي ما حكينا هو تهيئه الطواقم العمل اللي هي طواقم الموارد البشريه بداخل هاي الشركات على انها تعمل. لما بتيجي بتعمل مقابلة عمل مع شخص من المجتمع العربي، مع باحث أو باحثة عمل من المجتمع العربي، إنها تكون واعي لهاي الحواجز النفسية، هاي الحساسيات كمان الثقافية بالضبط، وإنها هي تكون علشان يقدر هذا الإنسان اللي داخل على مقابلة عمل يبرز أحسن ما عنده. هو بحاجة فعلا لملائمة ولا إنه يشوف الصورة بطريقة ثانية، لأنه مرات الواحد من دون ما يحس بتلاقيه انحاز وفضل حدا اللي بيشبهه بشكل طبعاً. لا إرادي طبعاً. وعلشان هيك احنا بدنا نعطي ثقة بالنفس. وعلى فكرة عملنا مقابل المتقدمين والشباب والشابات اللي بيبحثوا عن عمل، هو بيجي كمان بشراكة من مؤسسات المجتمع المدني الشريكة اللي بتشتغل في هذا المجال. احنا بكو امباكت الموديل اللي بنشتغل عن طريقه هو موديل كوليكتيف امباكت اللي بيحكي علشان احنا نحدث تغيير مجتمعي احنا بحاجة لبناء شراكة كاملة. شراكة كاملة معناها انه احنا نعمل جرد مين اللعيبة اللي بيشتغلوا في هذا المجال علشان احنا نوظف كل الطاقات مع بعض ونطلع بنتيجة احسن، بدل ما نبذر نهدر طاقات في اماكن اللي هي يعني نعمل الشغل مرتين وثلاثة، احنا بنعمل الجهود من طريقة مركزة اكثر بالضبط. واللي جزء وكمان مرة المجتمع العربي هو شريك، والمؤسسات الأكاديمية طبعا لازم تكون شريكة لانه جزء كبير من العمل لازم يبدا كثير بكير. تخيل ريما يمكن هون بتوافق كمان انه من السنة الثانية لازم طلابنا تبلش توعى إنه لا ما تستنوا تخلصوا اللقب، العمل علشان أنا أكون جاهز وعشان أنا أشتغل على المهارات الشخصية تاعتي لازم أبلش من سنة تانية وأتوجه لمراكز. بس بدك الأبواب اللي عن جد تنفتح لك عشان إذا أنت طرقت هذا الباب يكون في عندك جواب، يكون في عندك مستقبل، ما يكون في عندك رد أو ماله هذا أو ماله هاي كيف عم بتوجهوا لي وهن بعدهم مش مخلصين أساساً. المفروض يكون، وهذا بدنا جواب منه، هل احنا موجودين مسبقا او اوريدي احنا موجودين هناك اللي نعطي جواب لكل حدا متقدم عنا؟ طبعا لإلنا. في جمعيات كامله بتعمل على انه هذا الشغل اللي بتحكي عنه دريد، في جمعيات كامله عم تشتغل عليه اليوم. في يعني زي عندك كاف مشفيت، سوفن، ايت ووركس، تابوخ، اللي هن هدول الشركات الجمعيات مجتمع مدني، والفنار كمان كجزء شريك وموجود في كل بلد تقريبا، اللي بتعمل على تحضير الطلاب وتحضير المتقدمين ومرافقتهم حتى من التليفون الاول. اول تليفون بيصل للمتقدم على انه مقابله عمل اوليه بيكون في مرافقة مهنية مثل ملاذ. ريما نسمع رأيك كمان. أول شيء طبعاً الشركات كمان عم تكون أكتر من فتحة إنه تأخذ شباب وصبايا لوظيفة اللي هي وظيفة طلاب، اللي هي وظيفة جزئية وبتتلائم عملياً مع التعليم تاعتهن. ففي من هاي الناحية كتير ليوني للطلاب، منها شركة إنت اللي هي واحدة من أكتر شركات اللي بتأخذ عندها طلاب، مهم إلها جداً العلامات وبأي إنت وين متعلم، بأي جامعة متعلم، فما يكونش في هذا الخوف. وكمان إنك تأخذ جواب لا كتير تتعلم منه، فما يكون في خوف من الجواب لا، لأنه بعد أكمل لا رح تيجي عن جد القبول صح. وإنت رح تكون مارق سيرورة اللي هي علمتك كتير على الطريق. صحيح. ريما هيك سؤال أخير بأنه يعني الوقتنا عم يخلص، كشخصية موجودة بمنصب فاعل ومؤثر، هل نجحتي عن جد أنت شخصيا بزيادة فرص للأكاديميين المؤهلين من مجتمعنا، وقديش أنت راضي عن هذا المحل؟ طبعا دائما في بعد شغل، بس انا بشكل شخصي انا كمان بتطوع صار لي 5 سنين بكو امباكت، فانا جزء فعال من فورم الشبابي اللي موجود بكولكتيف امباكت، وبشكل شخصي يوميا بشكل عن جد تطوعي كامل بتصلوا لي انه حاضرين انا اروح على هاي الشركه كيف ممكن نحكي. فكتير بوصلني توجهات من الناس اللي بعرفها وناس الاقل بعرفها اللي بتلاقيني على السوشيال ميديا او بتسمع من حدا انه انا هاي وظيفتي وصار لي سنين بهاي الوظيفه، فبكونش عندها عن جد مشكله تتوجه لي، وانا دائما يعني ولا مره عرفتها اقول لا. فكتير بساعد عن جد، وكمان عندنا كتير تاثير بالفورم الشباب اللي بكو امباكت. وإسا حالياً كمان بدي أوجه بس جملة عن جد أخيرة، كعملية مدير التنوع بقلب شركة HP Indigo، واحدة من الحواجز تاعنا نوصل لعمال عرب هي موقعنا،
وامبارح قلت جمله اللي انا بفكر انه هي كثير مهمه لمجتمعنا، انه التغيير اللي لازم يصير بمجتمعنا هو انه نبلش نفكر انه احنا ما ينفعش نضلنا بمحلنا وبمحل المريح تاعنا. وقلت لهم جمله انه حبل السره بنقطع مرتين، اول مره هي عند الولاده، وثاني مره لما انا عن جد شخص انا بقرر او بجتاز جيل العشرين وانا عارف انه انا لسه بحاجه انه انت المحل سكن لحتى عن جد اطور نفسي. فانا شخصيا من حيفا، شغلي بنست سيونا، وقررت اعمل هاي نقل السكن. فانا كثير بشجع الناس، وبالاخص انه عندنا مجالات اللي هي كثير مفتوحه، ان كان هندسه حاسوب، ان كان هندسه كيمياء، فيزياء، ماكينات، فيعني المجالات مفتوحه. قدموا وما يكون عندكم خوف انكم تطلعوا من المحل المريح. نصيحه كثير 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 مهمه. ما اجملكم رائعات ريما شمشوم وخلود ابو احمد، شكرا كثير لحضوركم معنا اليوم، استفدنا منكم كثير، والقد هيك اضاءتوا صباحنا بهاي الطاقات، وعلى امل انه عن جد يكون في دمج اكثر للاكاديميين العرب في الشركات الكبيره وهيك يكون مؤثر. شكرا لكم، نورتونا. شكرا ريما وخلود.